هو لما صمم الشخصيات وده ميزه فنان العرايس ان هو او فنان الاطفال مش فنان عادي. والتعامل مع الاطفال اصعب من التعامل مع الكبار. لازم الفنان الطفل يبقى فاهم الطفل عنده خيال عنده فطره. احنا بنديله الحاجه اللي احنا بنديها له، يعني احنا بننمي فيه حاجات كتير. فلما نعمل هو الولد شكل قرد والبنت شكل قرد وصاحبتهم زيزي نسناسة وطماطم أرنبة صغننة أخت طنطم والمرمر فراشة. فالشخصيات دي الفنان العرايس بيعمل شخصية، ما بيعملش عادي أكاديمي، يعني بيعمل شخصية بيخليها هو زي ما يتخيل، وتبقى فراشة صاحبة الأرنبة في المدرسة. هو ده يعني، فهم مش اخوات بس يعني هما عيلة جميلة في مدارس مع بعض، بيتكلموا مع بعض، عايشين مع بعض مع تيتا وطنطا وطواطي وعايشين مع بعض. طنط شفيقة عايشة مع عمة زيكو وزيزي، فهما بيتجمعوا في الحارة مع بعض، بيبقوا شكشك وباباه عايشين مع بعض بيهم بيتهم. حتى في الديكور المسلسل هتلاقي كل واحد عنده بيته، ويتجمعوا خلال القهوة أو الشباك اللي هو بيبص عليه عامل شكشك ده، بيطل من الشباك اكنه بيطل على احوال مصر، بيتكلم عن بينكم اي حاجه ممكن، اكنه شايف بعينه السلبيات والايجابيات اللي في الوطن. فهو كان بيحب بلده بطريقته، بيقول كان انا بحب بلدي بطريقتي، بتكلم مع اسفل العقول عقل الطفل المصري. وقالوا كتير، انا بقول لك على الكلام اللي هو قاله. عند عم اسماعيل الله يرحمه كان اسمه بوجي، فهو بوجي خده من دلع اسم اخوه كبير. طمطم الاسم المصري المعتاد ده راح فاطمه، لكن هو مرمر اختار طماطم شفيقه، ده اختياراته، محدش قال له انت طمطم ليه؟ طماطم ليه؟ طماطم ده راح طماطم برضه صغننه بقت اخت طمطم، طمطم الكبيره دي اخت طمطم. وليه مرمر؟ مرمر فهي هو الفنان. وليه فراشه؟ وليه فراشه؟ بقول لك هو الفنان اللي هو يبقى الطفل، فنان طفل او فنان عرايس او فنان اللي هو متميز، ما يبقاش حاجة بيعمل بنت وولد ولا أكاديمي ولا أحمر ولا، لا لازم يكون فيه لعبة أو لازم يكون فيه خيال. هو ده اللي هو يقدر يوصل للطفل ويخيل، يعني الطفل المصري ما حبش طمطم، حب طمطم وهي أرنبة، وحب بوجي وهو قادر، وحبوهم لغاية دلوقتي بيحبوهم. فهو يعني هو الفنان ده الفنان اللي مش عادي، وهذا الفنان كان متميز قوي في المجال ده. يعني عروس رحمي هي المعروفة دلوقتي، بابو طمطم وكل القلوب بتحفر في قلوب المصريين. فكان طبعا ده كان اسعده جدا ان هو شغله، كان سعيد قوي لما يبقى المسلسل ناجح والناس بتحبه وسامع مزيكته كده في رمضان، ويشتغل مع احد اكثر الفنانين، استاذ ابراهيم رجب ملحن، استاذ صلاح شاهين كاتب الاغاني، وبعدين استاذ بهاء جهين بعدين. فكل العصر كانت حلوه قوي. فلما وصل للمصريين بهذا الجمال وهذا الرقي، فكان بيفكر يعملها دمية لعبة، يبقى البنت عندها طمطم وهو اللي عنده بوجي. وفعلا فكرنا وعملنا النموذج، وعملنا نموذج مختلف اكتر من النموذج، من الكبير للصغير، وطبعا معمول صح. عملنا الشخصيات ونفذنا الشخصيات، ورحنا رحلة الصين عشان تتعمل، فرجعت بشعر. فاحنا زينا قوي يعني، النتيجة كانت وحشة قوي قوي، احنا مش عارفين نعمل دي عشان بسيطة قوي، مش عارفين نعملها ازاي، يعني بسيطة ومعقدة مش عارفين نعملها ازاي. فالنتيجة كانت زعلتنا، والموضوع بقى هو ربنا يعني اختاره. واقول له يا استاذ رحمي انت دلوقتي فنان فعلا متميز، وانت فعلا انا قاعده اهوت كل سنه شغلك، هو مالي مصر، واللي انت كنت عايز تعمله حصل، وصل لكل المصريين، وشغلك باقي وربنا يرحمك ويبقى من ميزان حسناتك. ولكن بوكو طمطم كان نفسه يتعمل دميه ونعملها صح احنا بجمالنا ده، لكن في كتير قوي ناس سبقونا وعملوها مش حلوه وبيشوهوها. وبقول لهم يا جماعه لا انتوا بتحبوها اي، بس دي ليها ناس، لا صحاب مش اي حد ياخد حاجه كده. حضرتك قلت ان انت اتجهتي للقضاء في الموضوع ده، احكي لي بقى ايه اللي حصل. ما لما يكون فيها ناس تجار وبيبيعوا كميات، وهنا وفي بلاد العربيه، فما ينفعش ينسبه كده، ما ينفعش، يعني هو بياخد حاجه بقى مش الحق، غير ما يرجع لنا احنا اصحاب الحق الوحيدين في مصر بهذه الملكيه او بهذا الابداع، حقوق اسمه قانون حق المؤلف.
وبعدين الملكيه الفكريه مستجيبه باسمنا، فلازم احنا من خلالنا نعمل ده شرعا وقانونا، لازم من خلالنا. لكن هو ما يعني نعمل من نفسه كده ما ينفعش، عشان كده انا اتجهت الى القانون، وفي اكبر محامي في الماليه دكتور حسام لطفي هو اللي مسك الموضوع ده. ما وصلتش لحاجه لحد دلوقتي؟ انت عارفه بقى ان القانون في او المحاكم او القضايا بتاعت مصر بتاخد وقتها يعني. هو هياخد وقتها واحنا ناخد في القضايا وهم بيشتغلوا كل سنه. تمام. طيب انهي عروسه لفتت نظرك، الصينيه ولا المصريه؟ لا الصينيه معموله حلو معقول، المصريه معموله اصل احنا في مصر لغايه دلوقتي للاسف مفيش مصنع لعب اطفال، ده من زمان مش دلوقتي. يعني انا يعني عايزه الصين فيها المصانع وفيها الالات اللي بتعمل حاجات معقوله، فالشغل الصيني اللي هو المستورد المصري اللي جايبه من الصين، هي الصين مش عامله من نفسها، فمستورد مصري هو اللي طالب ده وجاي يعمل اسمه، فاللي جايب اسمه يعني معقول. انا بشيل على فكره الحاجات دي كلها عشان يعني تبقى عندي، عشان يعني عاملها فوانيس وعاملها ليله رمضان وعاملها خدات وعاملها على المطار وعاملها على القلل وكل وعاملها ابجوره وعاملها ساعه كل حاجه حلو بس لازم تقاومها. بس ده كل اللي احنا اقول لمين بقى؟ اقول لكل المصريين يا جماعه انتم بتحبوا الهو طمطم وانا سعيده بده، بس ده لازم ترجعوا لنا بس عشان على الاقل اعمل الحاجه اللي شكلها معقول. المصري شكله يعني طبعا مش حلو،